بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة نور الشطور. النهاردة هنقدم معاكم طريقة عمل كفتة الرز بالفراخ. طريقة سهلة جدا واقتصادية وبتعمل كمية وفيرة جدا. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. مكونات: ده نص كيلو من الرز لسه ما غسلتوش، دي حزمة من الكزبرة الخضراء والشبت، ده نص كيلو من صدور الفراخ، دي بصلاية كبيرة مقطعة مربعات وحوالي 5 أو 6 فصوص ثوم، التوابل بقى معلقة من الكمون ومعلقة من الفلفل الأسود والملح ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، ودي معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو البيكنج باودر. نبتدي بقى بسم الله. اول حاجه بقى هعمل دقيق الرز. انا جبت الرز طبعا نص كيلو، الرز ده لسه ما غسلتوش، هبتدي بقى اغسله كويس جدا في الاول. دلوقتي انا غسلت الرز كويس وصفيته من الميه، هبتدي بقى احط عليه ميه نظيفه واسيبه منقوع حوالي ساعه او ساعتين لغايه ما يزيد حجمه ويبقى لونه ابيض. انا غطيته بقى بالميه النظيفه، دلوقتي هسيبه بقى منقوع ساعه او ساعتين، وممكن برضو تسيبيه من بالليل لغايه الصبح حسب رغبتك. هسيبه بقى الساعتين دول وبعد كده هصفيه من الميه. ده بيكون بقى شكل الرز بعد ما نقعته لمدة ساعتين. شايفين شكله؟ لونه بقى ابيض وحجمه زاد جدا. دلوقتي بقى انا هحطه على فوطة واسيبه لغاية ما ينشف خالص. قبل ما احطه على الفوطة انا هصفيه الاول كويس جدا بالمصفى لغاية ما اتخلص من كل المية اللي موجودة فيه، وبعد كده بقى احطه على الفوطة لغاية ما ينشف تماما. كده برضو بسرع وقت، ان هو بينشف بسرعة ومش بياخد وقت. بعد بقى ما فردته على الفوطة كده هسيبه لغاية ما ينشف خالص. دلوقتي الرز خلاص عندي جاهز. طبعا برضو علشان تحصلي على دقيق رز يكون ناعم جدا لازم تخلي الرز مندي شوية صغيرين. دلوقتي بقى هبتدي اطحنه في المطحنة او في الكبة ناعم جدا. ده بيكون شكل بقى دقيق الرز بعد ما طحنته وهو مندي شوية صغيرين، طبعا بيدي نتيجة افضل. دلوقتي برضو عشان احصل على نتيجة افضل كمان هنخله مرة كمان بالطريقة دي كده. طبعا الطريقة دي هتديني برضو دقيق رز ناعم جدا، وبنفس الطريقة برضو هعمل الكمية كلها. اللي بيتبقى بقى من النخل ده انا بحطه في الكبة تاني او في المفرمة وبطحنه تاني مع الرز لغاية ما بحصل على دقيق رز ناعم جدا زي ما احنا شايفين. ده بقى بيكون شكل دقيق الرز بعد ما خلصت الكمية كلها. شايفين قد ايه الدقيق ناعم جدا؟ شايفين ده يدل ان هو ناعم جدا مفيهوش اي حبيبات، وهو ده المطلوب اللي هيديني نتيجة كويسة جدا في الكفتة. كده يبقى دقيق الرز عندي جاهز. بعد بقى ما جهزت دقيق الرز هبتدي اول خطوه بفرم الفراخ مع البيكنج باودر او البيكنج صودا. دلوقتي انا ضفت الفراخ اهي وهضيف بقى عليها اللي هو البيكنج صودا وهفرمها بقى ناعم جدا. بعد بقى ما فرمت الفراخ ناعم جدا هبتدي بقى اشيلها دلوقتي واحط الخضار. بعد بقى ما شلت الفراخ انا ضفت هنا الكزبره الخضراء والشبت، وهبتدي اضيف عليها كمان البصل والثوم، وكمان هبتدي اضيف التوابل كلها وهبتدي برضو افرمهم ناعم جدا. بعد بقى ما فرمت الخضار ناعم جدا بالشكل ده هبتدي اضيف عليه الفراخ تاني وهفرمها تاني بقى لغاية ما تنعم كل المكونات خالص مع بعض. كده الفراخ والخضار اتطحنوا كويس جدا مع بعض، هبتدي بقى اضيف دقيق الرز. هبتدي بقى اخلط كل المكونات دي لغايه ما تتجانس جدا كلها مع بعض. ده بقى بيكون شكل عجينه الكفته بعد ما نعمت جدا زي ما احنا شايفين، كل المكونات تجانست خالص وبقت ناعمه. دلوقتي بقى انا هحطها في طبق. وده بيكون بقى شكل عجينة الكفتة بعد ما خلصتها، خلاص تجانست تماما وبقت ناعمة. دلوقتي انا ممكن احطها في التلاجة حوالي نص ساعة بس قبل ما اشكلها عشان تبقى سهلة التشكيل، او ممكن اشكلها على طول بالزيت زي ما تحبي. دلوقتي بقى انا جبت طبق صغير فيه شوية من الزيت وهبتدي بقى اشكل الكفتة عشان تبقى سهلة التشكيل. ممكن تعمليها بقى صوابع او تعمليها كور زي ما انت تحبي بقى. بالطريقة دي انا شكلتها الصوابع والكور صغيرة، طبعا الشكل حسب رغبتك، وبرضو هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. هبتدي بقى دلوقتي احمرها في الزيت، هسيبها بقى في الزيت لغاية ما تتحمر وبعد كده هبقى اشيلها.
وطبعا كل ما بيكون الزيت غزير بيكون افضل طبعا في التحمير. دلوقتي خلاص الكفته اتحمرت وخدت اللون الذهبي ده، وشايفين حجمها زاد لان البيكنج صودا برضو حافظ على الحجم بتاعها انه ما يقلش. دلوقتي بقى هخرجها، وده شكل الكفته بعد ما حمرتها، شايفين جميله جدا وكمان محافظه على حجمها. وده شكل كل كمية الكفتة بعد ما خلصتها، حتى الكور دي خلصتها برضو شكلها جميل. وده شكل وحدات الكفتة، الصوابع والكور من جوه، شايفين هي مفرغة جدا وهشة وكمان طرية جدا. زي ما احنا شايفين نص كيلو الفراخ عمل معايا كمية كويسة جدا، عمل الكمية دي وكمان كمية كمان قدها، يعني الطريقة اقتصادية وموفرة جدا. كمان نتيجتها بتكون هايلة لما بتيجي تحطيها في الصلصة، مش بتشقق خالص ولا بتفك منك، نتيجتها روعة جدا. وأتمنى ان تكون طريقة النهاردة في عمل كفتة الرز من الفراخ تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من قناة نور الشطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.